نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ستكون بعدي أثرة، يعني حكام وملوك وسلاطين يستأثرون بالأموال وبالعقارات وبالمناصب وبالدنيا، سيكون بعدي آثرة وأمور تنكرونها، يعني في الدين منكرات ومعاصي وجرائم. قال فما تأمر يا رسول الله، ما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفروهم اخرجوا عليهم سبوهم اشتموهم فارقوا جماعتهم؟ لا والله، قال أدوا إليهم حق واسألوا الله حق، أدوا إليهم حق واسألوا الله حق. بل اسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، سلمة بن يزيد يقول يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ سؤال واضح كالشمس، أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، يعني يأخذون من الرعية حقوق كاملة ويمنعون الرعية حقوقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لا قال ظاهروا ولا فجروا ولا كفروا ولا اخرجوا ولا اكتبوا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه عقيدتك دينك، يريد بعض الناس أن يزهدك في هذا الأصل العظيم، ويريد أن يصفك بأوصاف ويقول هذه انبطاحية وانهزامية، أين حرية الرأي؟ لا، نحن متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، نحن مسلمون نستسلم لله ولأوامره والحمد لله، لم نبتلى بما ابتلي به العلماء المتقدمون. الإمام أحمد أيها الإخوة ماذا ابتلي؟ بلاء عظيم. يقول الجلاد وهو شاباص وتاب بعد ذلك، جلدت أحمد 80 صوتة لو كانت على فيل لهدت. ولما رأى الإمام أحمد عجيفا وعجيف هذا الموكل بقطع الرقاب، الموكل بقطع الرقاب، يقول أحمد لما رأيت عجيفا فرحت تضرب عنقي وأرتاح. يقول المعتصم الجلاد شد قطع الله يدك، يوضع البساط على الإمام أحمد حتى يغمى عليه، تمزق جلده وسال دمه حتى أنه لما كاد أن يموت أخرجوه من بلاط السلطان ذهبوا به إلى البيت، فلما تلقاه ابن أخيه يقول ضممت عمي وضع يده على ظهره فصاح الإمام أحمد من الألم، يقول فلما دخل البيت ألقى بوجهه على الأرض لا يستطيع يتقلب لا يمينا ولا يسارا، فلما اجتمع عليه فقهاء بغداد يريدون الخروج عن حاله قلنا نصبر على ما نحن فيه، قال الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، أدم أدم ابتلي بلاء عظيم، ومع ذلك يأمر الناس بالسمع والطاعة. كان إمام أهل السنة والجماعة.